وللمزيد من النقاش حول الانتهاكات المستمرة من الميليشيات والقوات الحكومية ضد المتظاهرين واقتحامها أخيرا ساحة الحبوب، ينضم إلينا عبر الهاتف من الناصرية الناشط في التظاهرات حيدر السومري. مرحبا بك معنا سيد حيدر. أهلا وسهلا بك عزيزي ومتابعي قناتي، حياكم الله. واسط ثم بابل ثم بغداد وأخيرا الناصرية، بماذا تفسر تزايد الانتهاكات والعنف ضد المتظاهرين في الفترة الأخيرة على الرغم من الوضع الصحي الذي يعيشه العراق؟ للأسف الشديد هناك بعض الجهات لا تريد أن يستقر البلد، وتعرف الجهات منذ سنوات تعمل على هذا الشيء، تريد أن تعمل على خلط الأوراق، ولا سيما ساحة التظاهرات. إحنا بعد من 1/10/2019 عندما نزلت التظاهرات، نزل شباب الثورة يطالبون بالإصلاح والتغيير، بعد شهر تقريبا بدأت هذه الأحزاب تتبع آليات وطرق جديدة من أجل عملية خلط الأوراق وذر الرماد في العيون. أنزلت لها مواكب وأنزلت لها أتباع في تلك الساحات وجلسوا حالهم حال المعتصمين. للأسف الشديد هؤلاء بين آونة وأخرى وبين فترة أخرى يعملون على خلق أزمات من أجل أول شيء إثارة الخوف والرعب لدى الشباب المسالمين المنتفضين، وثانيا من أجل تشويه وتحريف صورة التظاهرات عن رسالتها الحقيقية والسلمية التي خرجت من أجلها، وثالثا من أجل تحقيق أهداف حزبية وإبطاء إيصال صورة مشوهة وملفقة عن طبيعة الأهداف التي خرج من أجلها هؤلاء الشباب. للأسف الشديد هذه الخروقات والانتهاكات كانت تحصل في الحكومة السابقة أيام المجرم عادل عبد المهدي وحكومته التي خرجت دون أن تحاسب أو يحاسب أي فرد من أعضاء تلك الحكومة على الجرائم والانتهاكات التي حدثت تجاه شباب الثورة، بل على العكس أنهم كرموا برواتب تقاعدية وذهبوا إلى دولهم إلى فرنسا ولا دول أخرى وهم يتنعمون بأموالهم وبأموال الشعب العراقي، في حين أن الشعب يعيش أزمات متلاحقة وبين عوائل الشهداء ما زالت لحد الآن تبحث عن قتل عن أبنائها الشهداء بالآلاف، لدينا المعاقين بالآلاف، المعتقلين والمغيبين بالآلاف دون أن نصل إلى حل. وعندما جاءت بعد كل مخاض العملية السياسية جاءت حكومة الكاظمي، أردنا بداية أن نعطيها فرصة من أجل يعني كحسن نية، كبادرة حسن نية من أجل تحقيق هدف واحد من أهداف الثورة، أبسط شيء القبض على أحد قتلة هؤلاء الشباب الأبرياء الذين هم بعمر الورود أكثرهم طلاب كليات وطلاب معاهد. للأسف الشديد خرجوا مسالمين لا يحملون سوى هم الوطن وسوى العمل للعلم العراقي، وخرجوا سلميين لحد آخر اللحظة وهم يدفعون ثمن الحرية والكرامة التي خرجوا من أجلها، دفعوا الشهادة وهم مسالمين وينادون بالسلمية وينادون بالتغيير ولكنهم جوهبه وكأن الحكومة ترد على الثوار والمتظاهرين بهذه الطريقة. هل يمكن ربط استكمال الكاظمي لتشكيلته الحكومية بهذه الانتهاكات المتواصلة؟ هل هذه هي رسالة ورد الحكومة على مبادرتكم؟ احنا المشكلة قاعد نعيش بمفاهيم الدولة العميقة، هاي الدولة العميقة اللي تحكم فيها لا يوجد سلطة ولا يوجد اسمها حكومة بالمعنى الدقيق والمعنى المتعارف عليه. احنا نعاني مشكلة خلل بنيوي، لا يوجد دولة بالمفهوم العصري، توجد هناك من مجموعة من العصابات والمافيات التي تتحكم بالدولة. على سبيل المثال عندما تحدث الكاظم عن عملية المعتقلين وإطلاق سراح المعتقلين والمغيبين، لحد الآن منذ أكثر من شهر يبحثون أصدقائنا عن ناس شباب أبرياء اختفوا واعتقلوا أو اختطفوا عن طريق جهات مجهولة، لا يوجد أي خبر عن هؤلاء ولا تعطينا الحكومة على أي جواب. يعني معقولة الكاظم الذي كان مديرا للمخابرات لا يعرف أين هؤلاء؟ من استطاع أن يختطفهم، من استطاع أن يغيبهم؟ يعني هاي ملفات يعني تخليك ألف تساؤل وألف تساؤل حول جدية الحكومة في إحداث تغيير حقيقي وجذري. عندما جاء الكاظمي أراد أن يصلح، هل يختار وزراء فاسدين ووزراء انفصاليين ووزراء خونة للبلد؟ يعني أين مفهوم الإصلاح؟ يعني عندما نعطيهم بادرة حسن نية ونعطيهم وقت من أجل أن يثبتوا بأنهم جاءوا من أجل الإصلاح، ولكن للأسف الشديد استغلوا هذه الأزمة التي يمر بها البلد، وحتى شباب الثورة ما زالوا يتعاونون مع خلية الأزمة، الكوادر الصحية والكوادر الأمنية، لأن البلد يمر بأزمة. إذن كما هو واضح فإن سلوك الحكومة لم يتغير تجاه المتظاهرين. هل يثنيكم هذه الانتهاكات تثنيكم عن مواصلة تحقيق أهداف الثورة؟ نعم أستاذ، الثورة لم تمت، الثورة حتى وإن ما زالت في قلوبنا وضمائرنا وعقولنا ووجداننا، الثورة تسري في دمنا، لأن هناك أمانة دماء الشهداء الشباب الذين ذهبوا أكثر من 700 شاب للأسف الشديد بعمر الورود، خرجوا دول تركوا أمانة بأعناقنا بأننا لا يمكن احنا حتى يعني نلين بعض الأشخاص الذين الآن يتفاوضون مع الحكومة لأسباب ولأهداف للأسف الشديد نفعية ومصلحية. للأسف الشديد هؤلاء تخلوا عن أهداف الثورة،
الثورة لن تموت وستعود أقوى، ولكن سرعان ما نتجاوز هذه الأزمة إن شاء الله بعون الله سبحانه وتعالى، لأن لحد الآن لم يتحقق هدف من أهداف الثورة. ولاحظت الحكومة بعد هدر كل هذه المليارات، 17 سنة مليارات تبني أكثر من عراق، تبني أكثر من دولة، لحق الناس على أرزاقهم وعلى قوت عوائلهم وعلى رواتبهم وقطعوها لأنهم فشلة ولأنهم لا يستطيعون محاسبة الفاسدين. أي فاسد من هؤلاء من 2003 لحد الآن لو حاسبت حساب شديد واستدرجت أموال الموجودة بالبنوك العالمية لاستطاعت أن تجاوز العراق أزمة لسنة أو سنتين قادمتين، لأن نهبوا المليارات ليس هم فقط، أبنائهم للأسف الشديد، يعني شبابنا خريجين كليات ماجستير ودكتوراه يعانون شغف العيش والجوع والفقر والحرمان، وأبنائهم يتنعمون بالمليارات وبالعمارات وبالمولات في دول أوروبية وفي دول مجاورة للأسف الشديد، وكأنهم أبناء الآلهة ونحن العبيد لهم. لذلك نحن مستمرون مستمرون، وأهداف الثورة إن شاء الله ستتحقق بدماء الشباب الذين هم قادتنا، وإن شاء الله من أجل أن نقضي حكومة المحافظة وحكومة الطائفية التي زرعتها من 2003 ولحد الآن حاولت قدر الإمكان، وأنها إن شاء الله مستمرون لإنهاء دماء الشباب. حيدر السومري الناشط في التظاهرات من الناصرية، شكرا جزيلا لك.